يقول الأخ السائل: ما شروط سجود التلاوة والشكر؟ هل هي نفس شروط صحة الصلاة؟ قال: بذلك بعض أهل العلم قالوا يشترط لسجود التلاوة ولسجود الشكر أن يكون الرجل متوضئا وأن يستقبل القبلة، إلا أن من العلماء من قال لا يلزم ذلك، وهم طائفة من أهل الحديث، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم وبلغ قوله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا، سجد الجميع، ويبعد أن يكونوا جميعا على وضوء آنذاك. وأيضا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بشر بأمر خر ساجدا. قالوا: ويبعد أن يكون في كل أحواله متوضئا.